عندنا فرختين، وطبعا ممكن تبقى فرخة واحدة على حسب اللي انت عايزاه، مقسومين بالطول كده، وممكن يبقى أربعة، ممكن يبقى تمانية، زي ما انت عايزة وعلى حسب اللي موجود عندك. هنحمرهم في ايه؟ في سمنة وزيت. هنبدأ نحطهم على النار كده، سمنة وزيت، وده اللي هنحمر فيه الفراخ بتاعتنا من غير أي حاجة، وهي مخلية من الجلد كده. جبنا الفراخ، شلنا الجلد اللي فيها، وزي ما حضراتكم شايفين كده هنبدا ان احنا نحمرها. هنحمرها في ايه؟ في سمنه وزيت. والسمنه والزيت دول انا عايزاهم علشان هكمل فيهم باقي الوصف بالشكل ده كده. الحله عندي سخنه قوي، وهبدا ان انا ادي تحميره للفراخ. باقي المقادير بتاعتنا بتقول ايه يا حمدي؟ معايا 10 كوبايات رز بسمتي، وطبعا ممكن تقللي او تزودي، بس انا طبعا عشان عامله ما شاء الله اللهم بارك فرختين، فعامله رز عليهم كتير. معايا بصل جوليان متحمر زي بتاع الكشري بالظبط، متقطع جوليان متعفر بدقيق، وبدات ان انا احمره في زيت علشان يطلع لي مقرمش بالشكل ده كده. طبعا هو المفروض بيتحمر في ايه؟ خلوا بالكم اللي انا هقوله. المفروض البصل ده هيتحمر في باقي السمنه والزيت اللي احنا حمرنا فيهم الفراخ، لكن انا علشان وقت الحلقه جبته متحمر وهكمل تحميره في البهاريز اللي هتنزل من الفراخ. معانا كمان ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، جزر مبشور، فلفل حامي احمر واخضر، عندي عصير طماطم، معايا ايه كمان؟ معايا كمون حب، وده اساس الوصفه علشان يديني تطعيمه حلوه قوي. ربع كوبايه كمون حب، معايا عودين قرفه خشب، لومي، لورا، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود. وللوش بعد ما الوصفه بتخلص خالص بنبدا ان احنا نقدم عليها او نرش عليها جزر مبشور مع زبيب. هنبدا نعمل دلوقتي ايه؟ هنتبل الفراخ. هنتبلها بايه؟ هنتبلها برشة ملح وفلفل اسود علشان تنزل في السمن والزيت، ودي حركة مهمة جدا 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 علشان تديني تطعيمة وريحة حلوة، وانا بحمر كده تبقى مدياني ريحة حلوة وانا شغالة. طيب الفراخ بتاعتنا ايه بالشكل ده؟ انا هضطر ان انا اجيب طبق تاني كده واحضر مناديل علشان انا مش عايزة ان هو يكون فيها مية، عايزاها تكون ناشفة خالص. ثانية واحدة يا حمدي، نقلع سبحتنا علشان نشتغل براحتنا. يلا بينا. بصوا كده عندي مناديل اهي، وهبدأ ان انا انشف الفراخ بتاعتنا. واحنا نشفت الفراخ من المية اللي موجودة فيها، وهبدأ ان انا اعمل كده رشة ملح ورشة من الفلفل الاسود، وابدا بعد كده عندي الزيت والسمنه اتقدحوا، وانا سامعه صوت القدحه بتاعتهم كويس قوي. هبدا دلوقتي اخد كده الفراخ وابدا ان انا انزلها على الناحيه اللي ترش عليها الملح والفلفل الاسود. بسم الله. بالشكل ده كده، واسيبها ما احركهاش علشان احنا طبعا شايلين الجلد من عليها، فلو حركتها هلاقي اللحم نفسه بيبدا ان هو يتشد معايا في الحل، فمش هبدا احركها دلوقتي خالص الا لما تبدا تتشمع واروح قلباها الناحيه التانيه بالشكل ده كده. بصوا كده، بصوا الفرخه نفسها بدات تتحرك من الحله، معنى كده ان هي بدات تتشمع معايا وماشيه تمام وزي الفل من الحل، وارجع احط الفرخه الثانيه. احنا النهارده عاملين فرختين، ممكن تعملي فرخه واحده زي ما حضرتك عايزه بالشكل ده كده. طيب مجهزه ايه كمان؟ مجهزه بصل، ومجهزه رز، ومجهزه جزر. والبصل دوت زي ما قلت لكم المفروض ان هو بيتحمر في السمنه والزيت اللي بنزله من الفراخ علشان نستفاد بالبهاريز بتاعتنا، بس انا علشان وقت الحلقه فبصراحه خليت ايه؟ ان هم يحمروه علشان نكسب وقت، ما نقعدش الوقت ده كله بنحمر فيه. وبرده علشان وقت الحلقه هعمل ايه؟ هسيب الفراخ تتحمر هنا براحتها، وهاخد جزء من السمنه والزيت اللي هنا احطهم في حله ثانيه، وابدا اشتغل في الرز بتاع البخاري علشان برده نكسب الوقت. لكن حضرتك عندك في البيت هتعملي ايه؟ في سمنه وزيت هنحمر فيهم الفراخ، كميه الفراخ اللي حضرتك عاملاها كلها، ارجع بعد كده اشيلها من الحله ومكانها اروح نازله بالبصل، وانزل بالكمون، وانزل بالتوابل بتاعتي، ويبداوا يتحمروا كلهم مع بعض، وابدا اشتغل كله في حله واحده.
لكن انا عشان وقت حلقتنا فهشتغل في حلتين علشان اكسب وقت معاك. فهاخد حبه من الزيت والسمنه اللي هنا احطهم هنا كده اشتغل بيهم واسيب الفرخه تكمل تحميرها. كمون حصى نص كوبايه هو الاعتماد كله في تطعيمه الكمون النهارده. هبدا ان انا انزل كده وابدا ان انا اشوحه شويه مع السمنه والزيت، عايزه ان هو يطلع الروايح الحلوه بتاعته. رغده بتقول لي لو احنا حطينا كمون ناعم هينفع ولا هيبقى فيه مشكله؟ الافضل الحصى في الوصفه دي، الافضل الحصى كده. بقى في مكان ان احنا نحط نص فرخه كمان بالشكل ده. طبعا عايزه الفرخه تقطعيها 8، عايزه تقطعيها 4 ارباع، عايزه تقطعيها تسيبيها سليمه زي ما هي كده، ما عنديش اي مشكله. هنا الثوم بدا يطلع الروائح بتاعته. اصل الفراخ بتاعتنا شلنا فرخه اهي وسايبين النص، الفرخه الثانيه بدات ان هي تستوي معانا وحطينا النص اللي كان لسه ما اتحطش. طيب هنركنها على جنب كده ونيجي الناحيه دي. حطينا البصل مع الجزر مع كل التوابل بتاعتنا بالشكل ده، وفاضل ايه؟ ملح وفلفل اسود. ادي الملح والفلفل الاسود ده، ونقلب ده كله كده مع بعضه بالشكل ده. وزي ما تشوفوا انا حطيت نص البصل وسبت النص التاني. حطيت نص البصل هنا مع الكمون والتوابل والقرفه واللومي واللورا وورق اللورا عشان تديني تطعيم. عشان هعمل ايه دلوقتي؟ انا هنزل كده بالفلفل الحامي ده علشان خاطر حمدي ما بيحبش الحاجات الحاميه، فهنحط الفلفل سليم ناخد بس التطعيمه بتاعته والريحه بتاعته. ايه رايك؟ ايه رايك؟ وهبدا ان انا اشوح كده بالمنظر ده، وابدا اعمل ايه؟ صلصه الطماطم بتاعتنا هنزل بالشكل ده. هروح جايبه ميه شفت انا زودت الميه، وزودت ميه سخنه او مغليه، ما ينفعش اجيب حاجه من الحنفيه علشان ما اوقفش التسويه بتاعه الحاجه اللي انا بعملها وتاخد مني وقت اكتر. وابدا ان انا اقلب كده. نزلت بالرز، طماطم طبعا متسبكه، لو هي مش متسبكه بتحطيها وبتبدا ان هي تسيبيها تتسبك شويه مع كل المكونات اللي احنا حطيناها، لكن انا عشان مسبكاها فايه ما حطيتش كتير. طيب شوحت كده كله، وهبدا ان انا اجيب عقد الميه. عقد ما انا خدت منهم للصلصه. بصوا بقى احنا 10 رز فالمفروض قصادهم 20 ميه، خدت حبه ميه من هنا مع الصلصه، فمعنى كده ان انا ايه هشيل مثلا مقدار الصلصه كوبايتين علشان دي طبعا تعتبر سوائل، يبقى انا هحط مع معيار الصلصه اللي انا حطيته حوالي 18 كوبايه. فهشيل كوبايتين، خدت منهم كوبايه للميه، هشيل كوبايه واحده من هنا. المهم الاجمالي كله يبقى 20 بالصلصه بالميه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا ايه؟ خدت الفراخ بعد ما اتحمرت حطيتها تكمل تسويتها مع الرز. كده البخاري بتاعنا على النار يستوي الرز، يبقى الفراخ كملت تسويتها علشان تشرب من الايه التوابل والعقد بتاعها كله. دلوقتي عندنا بصل وعندنا جزر وعندنا زبيب، دول هنخليهم دلوقتي عشان لما نيجي نقدم هنقدم منهم على الوش ونزين بيهم علشان الطبق بتاعنا يبقى وجبه كامله متكامله.